نبدأها إن شاء الله بتلاوة نادرة بفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة الإسراء. هذه التلاوة ما هي ذكريات حضرتك معها أو متى سجلت وفي أي مكان؟ كنت قد ذهبت إلى سوريا سنة 58 احتفالا بالوحدة العربية، كان بصحبتنا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وفضيلة الشيخ عبد الباسط وفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهناك في المسجد الأموي بسوريا تلا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي هذه التلاوة النادرة من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Thank you.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في ذلك أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا
علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا نقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن
قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
عليك. صدق الله.